أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أننا تحت قيادة جلالة الملك المفدى نعمل جميعا لخدمة وطننا وازدهار شعبه، وننظر للمستقبل بتفاؤل على الرغم من التحديات، لأننا على يقين بأن ما يمتلكه هذا الشعب من إصرار وعزيمة وحب الإنجاز تتعاظم مهما تعاظمت التحديات. لذا نرى البحرين دوما تخرج منتصرة وأقوى مما كانت عليه، معربا سموه عن الاعتزاز بالإنجازات المتتالية التي تحققها مملكة البحرين في كل محفل بسواعد أبناء الوطن وما وصلوا إليه من وعي نال تقدير واحترام المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من كبار المسؤولين بالمملكة ورجال الأعمال والنخب الفكرية والثقافية والصحفية والإعلامية وجموع من المواطنين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن شعب البحرين يساند المملكة العربية السعودية ويناصرها ضد كل محاولة للنيل منها، وإنها لضرورة حتمية أن تهب الأمة كلها للوقوف إلى جانب السعودية ضد المحاولات التي تستهدفها، فهذه المملكة العربية الشقيقة وقفت مع كل الدول ولم تتوانى يوما عن الوقوف إلى جانب أي منها حينما احتاجت إلى الدعم والمساندة في المواقف. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بلد خير وامتدت يدها بالخير للجميع، ومساندتها في كل ما تتعرض له من مؤامرة واستهداف واجب على كل عربي ومسلم غيور، وعلى الأمة أن تهب لبيان موقفها المساند للمملكة الشقيقة وأن ترد جزءا مما قدمته السعودية للجميع. ونحن في مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا نقف مع الشقيقة السعودية وقفة رجل واحد، ولا ننسى أبدا مواقفها الأخوية معنا. إلى ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن فوز مملكة البحرين عالميا في مختلف المجالات هو فوز لشعب البحرين الذي يقف خلف كل إنجاز، لافتا سموه إلى أن ما حققته البحرين من مكتسبات تنموية وما وصلت إليه من مكانة رائدة على صعيد احترام الحريات وحقوق الإنسان هي مسيرة نجاح لهذا الشعب الذي أعطى لصالح وطنه فاستحق أن يصل إلى مراتب التقدير. وحتى سموه على استثمار ما تنعم به المملكة من حريات وانفتاح بالشكل الذي يسهم في تعزيز ما تحقق من مكتسبات، داعيا سموه الجميع إلى توخي المسؤولية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها بما يخدم مسيرة المملكة ونمائها. وفي الشأن الاقتصادي أكد سموه أهمية الدور الذي يقوم القطاع الخاص ورجال الأعمال في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحريك عجلة النمو وإيجاد المزيد من الوظائف للبحرينيين، مؤكدا سموه دعم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة. ونوه سموه بالاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية القادمة وما تشهده الساحة البحرينية من حراك إيجابي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء وطنهم وصيانة ما حققه من مكتسبات، مؤكدا سموه أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات بما يضمن ممارسة جميع المواطنين لحقوقهم التي كفلها دستور المملكة في جو من الأمن والأمان.